وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة وحدات سكنية بنسبة تخفيض ملائمة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار الحزم التحفيزية المقدمة من الدولة للعاملين بالقطاع الحكومي. كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بالاهتمام بكافة تفاصيل مشروع التجلي الأعظم بسيناء في محيط جبلي موسى وسان كاترين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نتائج الزيارة الأخيرة للوفد الوزاري المصري إلى تنزانيا، فضلا عن الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية. وقد قام الدكتور عاصم الجزار بعرض نتائج زيارة الوفد الوزاري المصري مؤخرا إلى تنزانيا للمشاركة في احتفالية الملء الأول لخزان سد جوليوس ناريري لتوليد الطاقة الكهرومائية الذي ينفذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، حيث يعد السد أضخم مشروع تنموي يتم تنفيذه على مستوى تنزانيا، وسيساهم في توليد ضعف حجم الطاقة المتوفرة حاليا بالبلاد بسعة تخزينية حوالي 34 مليار متر مكعب وبقدرة 2115 ميجا وات. أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة موقف الأعمال بالأحياء السكنية المختلفة ومنطقة حي المال والأعمال، فضلا عن أعمال تنسيق الميادين والمحاور والعمل في منطقة النهر الأخضر. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بإتاحة وحدات سكنية بنسبة تخفيض ملائمة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بمشروع الإسكان المتميز في الحي السكني R3، وفي إطار الحزم التحفيزية المقدمة من الدولة للعاملين بالقطاع الحكومي في العاصمة الإدارية. كما عرض السيد وزير الإسكان سير العمل بمدينة العالمين الجديدة وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والمدينة التراثية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والطرق وجامعة العالمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا. كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات العمل لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، ومنها مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين، الذي يضم سلسلة من المشروعات التنموية المتكاملة، حيث وجه السيد الرئيس بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية للمشروع لتكون متسقة مع سمة ومكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر، ولتقديمها للإنسانية ولجميع الزائرين من شتى بقاع الأرض على النحو الأمثل تقديراً لقيمتها الروحية الفريدة. كما تابع السيد الرئيس كذلك المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية التي تهدف لاستعادة الوجه الحضاري اللائق للقاهرة، بما فيها عملية التطوير الجارية في منطقة سور مجرى العيون ومنطقة مثلث ماسبيرو، إلى جانب المراحل التنفيذية الجديدة لمشروع ممشى أهل مصر على ضفتي كورنيش النيل، امتدادا من كوبري امبابة إلى كوبري تحيا مصر شمالا، ومن كوبري 15 من مايو حتى كوبري قصر النيل جنوبا. كما عرض الدكتور عاصم الجزار الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لإعادة تسكين الأهالي في مشروع زهور مايو كسكن بديل للمتضررين من السيول في منطقة 15 من مايو. كما اطلع السيد الرئيس أيضا على الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وآلية تخصيص الأراضي بها، إلى جانب رؤية تطوير الهيئة خلال 10 سنوات المقبلة.